الحول نلقاك يا العيد حياك وحنا بصحة وسعادة ونعمة عساها بزيادة تقبل الله منا خير العادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا بكم في ثالث ليالي العيد في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وفي ثالث حلقات برنامج ليالي العيد التي بدأت منذ ليلة العيد ونحن نرصد من خلال هذا البرنامج الفعاليات والأفراح وأيضا نرصد المشاعر والانطباعات حول هذا العيد السعيد نتمنى من الله تعالى أن يعيده على الجميع بالأمن والأمان واليمن والمسرات ضيوفنا في هذه الحلقة هم على يمين الأستاذ الشاعر المعروف بعشق بدوي الأستاذ سعد الخريجي الشاعر الشابي المعروف حياك الله أستاذ سعد هلا حياك الله الله حييكم وكل عام وانتم بخير أيضا من ضمن الضيوف الذين يتواجدون معنا في داخل الاستديو الأستاذ الرسام عثمان الخزيم حياك الله أستاذ عثمان حياك الله يا هلا ومرحبا أنا سعيد بوجودك الله يعطيك العافية أيضا الترحيب يتواصل بضيف كان معنا في ليلة العيد الأولى ولكن لم يأخذ نصيبه الوافر في تلك الحلقة واستضفناه في هذه الحلقة لكي نعرف ماذا لديه ونتمنى أن يكون إن شاء الله لديه ما يثري هذه الحلقة ونحن نعرف أنه أحد النجوم الذين يتنبأ لهم بمستقبل كبير في عالم الإنشاد وهو مهند البيضاني حياك الله مهند حياك الله أخوي وأنا أتشرف وأسعد أكون معكم إن شاء الله هذا أعتقد عقب هالكلام هذا بتجهز لنا كم لا لا إن شاء الله اليوم مجهزين لا اليوم الضيوف هادين هم نفس الضيوف الأولين لا إحنا بنشيل معه كلنا فنانين الله يزيد لا هو انظلم طلع مع اثنين يعني كانوا حركين شوي فما حط ما أخذ فرصة معهم هو إنسان هادي ما يحب لا احنا سعيدين انه ياخذ فرصته معنا ان شاء الله هو شرف كبير حتى شرف احنا نشيله سلم كله على الراس الله يسعدك الله يتشرف اذا مشاهدينا الكرام بعد ان تعرفنا على الضيوف الكرام استاذنا المخرج الزميل الفيصل العصيمي بان نبدا الحوار مع الاستاذ سعد الخريجي استاذ سعد يعني قصيده مشهوره يعني غنيه بدت العالم ترددها اكيد انك عارفها يا سلام عليكم السعودية ها عطنا يا هذه بعطيك البيتين الاول هنا مركز لا اقصد ان حقت رياضه الباقي حق رياضه هذه قناه رياضه لا ما اقدر احفظها كلها لكن يا سلام عليكم السعودية يا ديار الشيا مدار الابطالي يا السعودي نحيي روحك الحيه نشهد انك اصيل وطيب الفالي لان انا مركز على البيتين هذه طيب. عشان تمشي مع الناس والحمد لله طيب عطنا اياها بالقاء عدها بالقاء يا سلامي عليكم يا السعودية يا ديار الشيم يا دار الأبطال يا السعودي نحيي روحك الحية نشهد إنك أصيل وطيب الفال سلام الله يعطيك العافية وطبعا هي راح تكون معنا إن شاء الله راح نسمعها من خلال الحلقة هذا اليوم إن شاء الله ريثما يجهزونها الشباب ننتقل بالأستاذ بالسؤال للأستاذ عثمان الخزيم أستاذ عثمان يعني ما شاء الله لا إله إلا الله أنت من يوم جيت الاستديو وأنت جايب معك رسومات وجايب معك وجود رسام بين شاعر ومنشد ماذا يعني لك في 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 حلقة تجمع شاعر ومنشد أول شيء أشكر لكم استضافتي أتمنى أن أكون ضيف خفيف دم على زملائي داخل الاستديو في قيمتك في وزنك أريد أن أنوه بكلمة مهمة جدا أني أنا بجانب قامة رفيعة جدا وعالية جدا من في الشعر الشعبي ما عليك أكسر الشعر المغنى ما عليك أكسر وهو من 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 القياديين في الكلمة البسيطة الكلمة التي تمر في الشارع كثيرا وهذا سر سعد الخريجي الله يسلمك سعد الكثير من اللي استضافوه ما قدروا يقدمونه بالشكل اللي يليق فيه الله يسلم وهو شاعر بإمكانياته البسيطة صعد بقصيدته وليس بالشعر بقصيدته هو لأنه هو لا يمثل إلا نفسه ببساطته وبإحساسه الجميل وبكلماته ومفرداته البسيطة جدا
وانا سعيد بوجودي بجنب هذا القناه. مشكور عليك كسور، الله يعطيك العافيه. خجلتنا بالكلام هذا صراحه. لا لا بالعكس يعني انا ما عليك كسور، الله يسلمك. الله يسلمك. انت مبدع. لا هو فتح الباب علينا استاذ سعد وبنناقشك في اشياء يمكن يمكنها تخفى على العامه. هي معلومه لدى خاصه لكن تخفى لدى العامه. انا فرحت يا درت اني فيه فرحت. الله يعطيك العافيه. الله يديم الافراح ان شاء الله. الله يديم علينا الافراح ان شاء الله. طيب استاذ عثمان، كيف ترى وجود الرسم او الفن التشكيلي بمعنى صح في داخل اطار الفن؟ تقصد الفن السعودي يعني او الفن بشكل عام؟ بشكل عام. شوف الفن بشكل عام، الفن التشكيلي، لان نجد ان الفن التشكيلي يعني وجوده، الفن التشكيلي هو اساس الفنون. احسنت. ياخذ في 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 بعض البلدان تجد ان الفن التشكيلي له وضعيه خاصه، بعض البلدان ما نسمع الفن التشكيلي. القصيده باعتبارنا في حضره الشعر لا تكون قصيده حقه الا بالفن التشكيلي، الفن من خلال الشكل. الشاعر عندما يتغزل بمحبوبته فهو يتغزل من شكلها، والفن التشكيلي هو الفن من خلال الشكل. الفنان التشكيلي يتغزل بمعشوقته من خلال الرسم، الشاعر من خلال الوصف، كل الأشياء هذه كلها من خلال الفن التشكيلي. الفن التشكيلي موجود في حياتنا كلها. طيب استاذ عثمان اسمح لي قاطعك، الآن احنا نقول المعنى في بطن الشاعر، هل نقدر نقول المغزى في بطن الرسام؟ أول شيء لا لا يعني أنا ضد الكلمة هذه، المعنى في بطن الشاعر هذه ما هي، لا تساعدنا على الاستمتاع بالشعر. طيب يعني المفروض الواحد عندما يسمع قصيدة يستمتع بها، يعني قمة الشعر أنا أستمتع بقصيدة بس المتلقي يفهم عكس يمكن ما أوضح لك نقطة صغيرة. قمة الشعر أنا قمة الاستمتاع بالشعر أنا أستمتع بقصيدة يهجوني فيها شاعر فذ، أنا مستمتع بالشعر ولست مستمتع بالمعنى. يعني الجمال في الحياة يجب أن نستمتع فيه. يعني أنت عندما تقول مثلاً في 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 أمي مثلاً، عندما يتغزل أي إنسان بأمه له الحق صح، لكن ليست أمه هي الأجمل وليست هي الأطيب رائحة وليست إلا عنده. هنا في سر، السر هذا الموجود في حياتنا العامة هذا هو اللي إحنا نحاول نوصل له ولا يمكن أن نوصل له، يجب أن نستوعبه، يجب أن نحسه. يعني إحنا عندما نكون أمام عمل فني، لوحة فنية كبيرة وقدامه وقاعد الواحد قدام اللوحة ويتفرج عليها، يجب أن يستمتع فيها. ما لي دخل أنا في وليش وكيف وشلون رسمها وين جت وش المعاني، ما لا، أنا ألوان أمام ألوان. يعني أنت لما تكون أمام حديقة غنام مليئة بالأزهار وألوان الأشجار والطبيعة تقول يا أخي هذه جميلة، أقول لك ليش؟ ترى ما عندك إجابة. عندما تقول لي مثلا والله رائحة العطر هذه جميلة أقول لك ليش؟ ترى ما عندك إجابة. ليه؟ لأنه يجب أن نستمتع بالحياة. الفرق بين الفن والعلم، الفن استمتاع بالحياة، العلم هو أرقام. طيب أستاذ ثاني أنا بناقش في نقطة، إحنا الآن لما نسمع قصيدة من شاعر معين مثلا يعني مفهومها يختلف من متلقي لمتلقي. أكيد. وأيضا الشاعر يمكن يكون له مفهوم أبعد. أكيد. المفهوم اللي يوصل المتلقي. لكن الرسمة الآن الفن التشكيلي، أنا لما أشوف الرسمة هل الرسام له مغزى من الرسمة هذه؟ هل أنا نظرتي تختلف عن نظرة المتلقي الثاني؟ أكيد لابد. يعني أنت أكيد كلامك وما أنا وهت له، فيه واحد فنان تشكيلي كان راسم لوحة تفاحة مسميها الحياة، واحد قاعد يتفرج على اللوحة هذه وحزين وجهه ونزلت دمعته، قال له ليش يعني؟ ليش هو اللي يسأل الفنان يقول ليش تسميها الحياة؟ أنا بالنسبة لي اللوحة هذه الموت. قال كيف الموت؟ قال والله انا واحد من اولادي كل التفاحه وما سموه ما هو مات، بس هذا الانطباع ما هو يعني دائما لا مو عام يعني ما هو عام لا 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 لا. نفس العمليه على القصيده، نفس العمليه على حلو. لا قصيده يعني اقول لك كلامك يعني الشاعر انا كتبت ثنتين. الشاعر عنده مع شعره عنده موهبتين، عنده الرسم والتلحين. لان الشاعر عنده سعه خيال، اللي عنده سعه خيال ممكن يرسم والتلحين ممكن يجي معه، لأن الشعر موسيقى. الشعر موسيقى. أنت عندما تتكلم عن الشعر، من الذي أوصل فنان العرب إلى هذه إلى هذا المقام؟ أنت تقصد مسميات ولا بشكل عام؟ لا الشعر، الشعر هو الذي أوصل. الشعر هو الأساس. لما تتكلم عن فنان العرب تقصد محمد عبده مثلاً؟ نعم نعم. أنا أقصد إنه مثلاً أم كلثوم من أوصلها؟ الشعر. الشعر. الشعر هو الأساس. أنت عندما تصحى الصباح وتسمع صباح الخير بطريقة شعرية تستأنس.
بس يعني احنا ما ودنا نجحف يعني في في احنا ما في لا انا شوف انا ممكن اتكلم معك في اكثر البرامج الحواريه ترى تدخل في هذه المفهوم الثاني. لا لو لو عفوا لو اعطيت قصيده معينه مثلا لشخص لشخصين يختلف الإلقاء والأداء راح يضيف القصيدة. إحنا ما جمالية القصيدة متى تكمل؟ إحنا ما تكلمنا. لا ما دخل الإلقاء. إحنا ما تكلمنا في الإلقاء. هو تكلم على الغناء. أنا أتكلم على الأغاني. إيه إنه أساسها. إيه الأساس في الأغنية هو القصيدة. أصلاً لو يعني محمد عبد الله. لو أعطيت الفنان آخر يمكن ما يبدع فيها. إيه بس أنا ما قللت في مكانة محمد عبد الله. أنا أقول محمد عبد الله يطول في عمره دائماً يبحث عن النص. هو ذكاء فيه يبحث عن النص الجميل. هذا حق من حقوقه. أو طلال الله يرحمه. او اي فنان او اي مطرب عندنا فنانين يا اخي كويسين يا اخي كثيرين الحين شباب جدا شباب شباب انا قصد ان الشعر هو اساس يا اخي تستطيع ان تجيك المهند ارجع سعد الان لو طلب منك ان يعني تعطي قصيده المنشد ما فيها لحن لا عادي اعطيه قصيده مش عادي بس لازم اسمع لازم تسمع لحن ايه لازم طيب اذا سمعت الصوت ممكن تعطي لحن اذا كان صوت جميل واللحن جميل خلاص لا انا اسمه الصوت اذا سمعت صوت جميل ممكن تعطيه لحن اعطيه قصيده لحن لا قصيده قصيده عفوا اعطيه قصيده تعطيه قصيده اي قصيده لك صوت زين نعم انا عندي تعليق على هذه على فكره عندي تعليق اخوي طيب. سعد ولا يهون يعني خلينا نسمع يعني انا هو قالوا انه مثلا انا اعطيه اذن ولا ما اعطيه اذن او انا مثلا مشاعر اعطيه اذن او ما اعطيه اذن انا اعتقد انه عند حفظ القصائد والقائها بطريقه سواء بأغنية أو سواء بإنشاد أو سواء هذه ملك للعامة خلاص مجرد أنها طلعت القصيدة طلعت العامة قد يلقيها في 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 مجلس حلو يلقاها حلو يسمعون الناس في شيء جاهز ولا في شيء جاهز ولا والله شلف لا لا وش قصايد لا لا في جاهز لا احنا الان عندنا صوت عندنا خامه صوت طيبه لا لا انا احنا عندنا خامه صوت طيبه لا لا في عشان مناسبه العيد طبعا ما كل واحد فرحان بالعيد اكيد صراحه طيب اول شيء ما راح نسمع من قصيده اول شيء بنسمع المنشد سمع وبعدين نشوف خلاص بناء على صوته وش تعطيه خلاص ما مشكله يلا مهند فرصه جاتك لا لا ان شاء الله اول شيء انا اتشرف اني اكون بين قامات كبيره ما شاء الله في الشعر او في الرسم وهذا شرف كبير لي والله طلعني برا الموضوع لا انا من اول ساكت بدايه الحلقه فقلت حبيت الرسم والشعر ما ادخل على طول كذا انشد تفضل فهذه ابيات قصيره ان شاء الله تعجبكم سمع إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل ونور هداك يضيء السبيل ما شاء الله شوفها الله تحسنت قد قدمت فترة سابقة يعني إيه والله بس ما جبتها معي تخبر إيه ما جبتها والله ما ترد تحفظها سعد لا مو مثل الأول لكن الأول أحفظها أحفظها طيب عطنا منها لو بيت يعني والله يا ميمتي قدرك وحبك في الأعماق أنت الحنان اللي صدع في سنيني رجباي باللي للمخاليق رزاق يعطيك من فضله جزر والديني
الله يجزاك. هذا الحمد يعطيك طبعا قصيده طويله قدمتها قبل فتره انا قدمتها قبل فتره صراحه قدمتها قبل فتره انا والحمد لله يعني الواد متحسن يتحسن لكن بقول لك يعني كصوت انت تغني فصيح ولا شعبي؟ والله الاغلب فصيح لكن شوي في الشعب. لا حي فصيح نعطيك فصيح مش نعطيك فصيح عن الوطن ولا مغديني نعطيك عاد الله ما في مشكله يعني. الله تشرف يا ابد ديني وطني عماد اعطوني العقود خلوا دعم لا ابد نعطيك عندنا فصيح وديني كله الله يسلمك ولا بغيت شعبي بس انا احبك صراحه الشعبي تحول للشعبي زياده الشعبي حلو لكن لا ان الشعبي يمشي صحيح الشعبي يمشي. لا ابو سعد من اللي كثير يعجبك من الشعراء الثانيين؟ والله لا عادي والله كثير انا يعجبني هين بس طيب ما بي اسمع ابي قصيده بس على بالك عن الام مين قصيده مين شارك؟ لا ما حفظ حقت سعود بندر اي عاد لا وين حقت سعود هذا ما بنحزن الناس يا مو فاته لا ما بيحزن الناس سعود عندر لا انا ما بيحزن سعود عندر تخبر انه غالي علي وشوف يعني بعض الناس سبحان الله يموت سنين ويذكرون تذكره تدعي له ها تدعي سعود بندر محمد بن عبد الرحمن لا يمكن محمد عبد الرحمن لا يمكن يتكرر صراحه لا يتكرر يعني قليلين لا لو في بعد في صراحه انا في ناس من الموجودين صراحه كلمه حق لله شوف شلون الناس اللي عاصرتهم صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل نعم. يعني الرجل هذا سبحان الله العظيم من يعرفه عن قرب يتاكد من كلام سعد الخريجي بس انت تعرف نواف فيصل عن قرب وتاكد من كلام سعد الخريجي تعرف سعد الخريجي صادق مع الله طيب يكون صادق مع الناس نبيك تذكر ناس من نصوص الامير نواف شوف هاي واجد نصوصه لكن لا ناس طيب ما عندي حفظ والله ما عندي حفظ انا حفظ لكن قصيده الاول ابشر طيب. انا اعطيك الصاحب اللي شد وقفه مطاياه طيب الصاحب اللي شد وقفه مطاياه طيب حلو استاذ عثمان يعني الان سمعنا قصيده للاستاذ سعد عن الام طبعا انا بنقل الصوره لكن بالفن التشكيلي يعني انت قلت شيء قلت الله يرحم ويمتي الله يرحم موتانا وموتى المسلمين ان شاء الله الله يرحمه ويسكنه الجنه اللهم امين يعني هل بالامكان ان الرسام حتى لو يحتفظ بها لذاكرته الشخصيه من دون ما يطلعها للاخرين هل بالامكان انه يرسم الناس المقربين منه احبابه امه ابوه ايه اكيد لكن بنفس الشكل اللي انت ذكرتني الان انت ذكرتني قصه يعني ظريفه انا اول شيء من الناس اللي عاشوا في الخرج وتذكر اخوي سعد الكاميرا البلورويد اول ما طلعت كاميرا البلورويد كنت شريت واحده وصورت فيها الوالده الله يرحمها كانت زعلت الصوره هذه انا اخذتها معي انا كنت ادرس في ايطاليا اخذتها معي لايطاليا ورسمتها انا اللوحه موجوده عندي ولم تخرج الى الضوء ابد يعني لم تخرج الى الضوء ابدا لانه كانت زعله يعني تعب الله يرحمها ويسكن الجنه في الجيل هذاك غير كان يختلف تماما حتى كل شيء صح انا مره من على طاري القصائد كان حمد الطيار الله يرحمه الله يرحمه طبعا تعرف احنا مع عيال خرج وبيننا تواصل فمريت شربت الشاي عنده وقال لي ويسمعني كان شريط بيطرحه قلت يا اخي حمد ابو ناصر الله يرحمه ويسكن الجنه قلت يا اخي كلها حزينه مره واحده قال عطني ما ادري شلون دردش انا وياه الله نسيت عود ريحتك عود ويا هلا عود ريان عود ويا الناس نصرهم وغناها الله يرحمه حمد ورجعت البيت لقيت الوالده زعلانه يعني موضوع الفنون ذاك الوقت يعني انا اعتقد انه احنا مجاهدين في وقت ما حد يقبلك ما يقبلك شاعر اعوذ بالله ذا شاعر يعني في فتره من فترات طبعا انا ما الومهم لانه كان المجتمع والمداخل والاعلام يعني ما كان فيه اعلام زي كذا ولا كنا انا اتذكر الوالد الله يرحمه مدير مدرسه وكانت تجينا جريده اسمها القصيم من القصيم انا كنت اتعلم الخط العربي عليها على الغلاف على العنوان حقها انسخه بالورق الشفاف انسخ الخط عشان تعود على الخط العربي لا اطار الخط العربي استاذ عثمان يعني علاقه الخط العربي الجميل بالفن التشكيلي فجبت تقول لي فن هو اساس الفن الاسلامي اساسا الفن الاسلامي اساسا ولنا في الكعبه شرفها الله في هذا الخط الجميله الموجوده اللي صراحه انا يعني فيه سر لا يعلمه الا الله صراحه
كل ما ارى الكعبه واتمتع فيه انا وانا خطاط يعني او يعني عندي محاولات خط لكنه اتمتع بهذا الخط الجميل وهذه يعني شيء فيه جمال علمه عند الله صراحه ما هو يعني تقول لي الخط العربي والزخرفه الاسلاميه هي من اسس الفن الاسلامي اساسا الخط العربي على فكره هو تطور مثلا متطور في المدارس الخط العربي هو الوحيد في خطوط البشريه اللي خط روحاني انا اتذكر كنا ايام معرض المملكه بين الامس اليوم في لوس انجلوس كان في واحده فنانه امريكيه عمرها 90 سنه رسمت لي بورتريه عندي البورتريه موجود ودائما تجي وتقعد وانا اكتب الاسماء بالخط العربي فتقول لي اقول لها قاعده اجيب لها كرسي تقول لا انا ارتاح اطلع بروح مثلا برا وواحد يجي اقول لها استريحي تقول لا انا ارتاح ليش ترتاح وش بلاك انت تقول انت عندما تكتب احس روحي تتحرك سبحان الله انا قيس هالكلام مقارنه انا الان لما اخط خط عربي ما استطيع اتنفس لو تنفست خرب الخط سبحان الله الخط العربي هو الوحيد الروحاني انت شوف يعني جمال الخط العربي انت يمكن لا يمكن ان ترى اسمك باجمل من ان تراه مكتوب بالخط العربي طيب الان نستعرض مجموعه من الصور الان على الشاشه طبعا اكيد الكل رسمه عندك لها قصه يلا هذه مجموعه لوحات هذه سويتها لاحد الفنادق في الرياض اللوحه اللي على اليسار حروفيات اسمها حروف بدون كلمات هذا مجال من المجالات الفنيه اللي تاثر يعني كثير في اوروبا اعتمدوا عليه يعتمد على جمال الحرف العربي لان الحرف العربي بحد ذاته جميل يعني كتكوين فمن الافضل انك عندما تستعمل في لوحات متحركه من الافضل انك تستعمل حروف فقط بدون معاني طيب لانه دائما في تحفظ على المعاني اللي تكتبها في لوحات طيب الصوره الثانيه هذه هذه نفس هذه زي ما تقول في بيت طين او فيه جزء من بيت طين وفيه اللمه الداخليه واللونيه فرايحيه هذه يعني طبعا انا من الناس اللي ما احب اتكلم عن اللوحات صراحه اللوحه بعينها احب اتكلم عن الفن كفن لا مو لانه يعني دائما اللوحه جميله بينك وبينها يعني اللوحه القصيدة جميلة بيني أنا وياها أنا بسألك سؤال قبل ما ننتقل عندنا الآن عندنا تقرير بس بروح نشوف جزء من فعاليات متنوعة في المناطق المختلفة لكن قبل شوي أنت قاعد تحاور أستاذ سعد لفت انتباهي لأنه عندك موهبة الشعر وفي فترة من الفترات كان يطلق عليك على أنك شاعر لا عنده بقول نعم إيه لا لا بس أنا بس سؤالي ليش فضلت الفن التشكيلي على الشعر مع أنك أنت ليس التفضيل أنا بقولك شوف الشعر زي الرسم ومن الشعر ومن الرسم ما يصعد إلى أن يكون فن فهمت علي يعني ليس كل الشعر فن وليس كل رسم فن الرسم زي اللسان إذا كان اللسان هذا عند فنان يقول قصيدة جميلة صحيح طيب إذا خلنا طيب قبل ما ننتقل للاحتفالات اللي اختاروها لنا الشباب أرجع المهند مهند يعني الآن أستاذ سعد سألك أيهم تفضل الفصيح أو الشعبي يعني أنت اخترت وقلت الفصيح شكله يرتاح الفصيح شكله ليش اخترت الفصيح ليش يعني ضيقت على نفسك واسع يعني خلت نفسك في نطاق معين صدقت بالنسبة للمجال طبعا الشعبي ما شاء الله مجاله أوسع من الفصيح سواء في الإنشاد أو في الفن بشكل عام لكن أنا من يوم أنا صغير وأنا أحب اللغة العربية يعني مشكلة عندك في المفردة؟ لا ابدا لكن انا احب اللغه العربيه انا احب اللغه العربيه الفصحى من وانا صغير حتى الماده يمكن انا ادرس اول كنت احب الماده القواعد والنحو فوجدت نفسي على طول في الاناشيد دائما في الفصيح لاني انا استمتع شوف الحين مثل ما قال الشباب كل واحد المشايخ يستمتع بالرسم او بالشعر انا اجد نفسي واستمتع دائم في الشعر الفصيح طبعا الفن بشكل عام او خلينا نخصصها كل شخص اذا عنده رساله بيوصلها او فكري بيطلعه له طريقه معينه الشاعر بشعره والرسام برسمه وانا المنشد بطريقه الانشاد فانا دائما من يوم انا صغير اجد نفسي في الشعر الفصيح اجي خليك على الفصيح ولا ايش اسمه العام الشعبي دائما تكون في الجلسات الصغيره بين الشباب وزي كذا يعني اما اني انا اتخصص فيه كذا ما قد جربت صراحه يعني
لكن في الجلسات الخفيفه دائما تكون يعني طيب لها دور يعني. حلو، قبل ما نروح ناخذنا عن تقرير برجع لك سؤال عشان ما تنسى. لا السؤال، هل واجهتك صعوبات في اختيار يعني فنانين او منشدين في قصائدك نظرا لاختلاف اللهجه؟ تذكر السؤال هذا بعد التقرير. لا ما عليه كلام، ابغى تجاوب الحين جاوب. لا 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 خلينا ناخذ التقرير. عمر خلينا ناخذ التقرير يا شباب اللي يتعلق باحتفالات منطقه حايل، وبعدها نرجع ونواصل الحوار نضيفنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نحييكم من هنا من منتزه الغوات الترفيهي، حيث يرعى صاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب امير منطقه حائل، نيابة عن سيدي صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، حفل أهالي منطقة حائل في عيد الفطر المبارك. نتابع وياكم هذا الاحتفال. نيابة عن صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، رعى صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل حفل افتتاح مهرجان عيد الفطر المبارك، والذي اشتمل على عدة لوحات فنية والعديد من الفعاليات الخاصة بالأسرة والطفل، بالإضافة إلى السوق الشعبي وأجنحة الأسر المنتجة، علما بأن هذا المهرجان يمتد لأكثر من 30 يوما. كل عام وأنتم بخير، كل عام وهذا الوطن وقيادته وشعبه إن شاء الله بخير. اليوم نسعد جميعا بهذا العيد اللي اللهم لك الحمد ثبت من فوق سبع سماوات. فاليوم هذا حفل ربما يجسد هذه الفرحة. الفرحة حقيقة دائما مستمرة، وجميع أيامنا بإذن الله عيد في هذا الوطن الغالي. العيد هو حقيقة فيها اللحمة، العيد حقيقة فيها التماسك القوي، العيد الحمد لله فيها الإنجازات، العيد الحمد لله فيه إصرار هذه القيادة الحكيمة على المضي للأمام. كل أيام هذا الوطن بإذن الله عيد. مهرجان حائل تحول إلى ملحمة وطنية تفاعلا مع نجاحات الأمنية لرجال الأمن لدحر المحاولات اليائسة للفئة الضالة لزعزعة أمن هذا الوطن. بعده كرم سمو نائب أمير منطقة حائل شهداء الواجب وأبناء دار الأيتام. عيد حائل تحول إلى عنوان كبير وأصبح عيدين، عيد الفطر المبارك وعيد نجاحات الجهات الأمنية لحماية أمن هذا الوطن. الأمانة دائما تبدأ استعدادها مبكرا لتجهيز المواقع لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وهذه مناسبة سعيدة، وحسنها الآن تم تجهيز منتزه مواه لإقامة فعاليات العيد، حفل العيد وفعاليات صيف حائل. طبعا توجهات الوزارة اللي هي التحول من الرعوية للتنموية أكدت على هذا الأمر، وهو المساهمة والمشاركة في جميع المهرجانات والأنشطة هذه، وخاصة للأسر المنتجة والتحول المستفيد الضمان من الرعوية للتنموية. والحمد لله الآن المشاركة دائما المشاركة مستمرة وفعالة، وهذا بتوجيهات مع الوزير وسعادة النائب النائب وسعادة الوكلاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لقيادتنا الحكيمة وللشعب السعودي النبيل والأمة العربية والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، ونهنئ على رأس هذا الهرم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير نايف محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولسمو أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبد المحسن وسمو نائبه الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وفقهم الله لكل خير وهدى. ونبارك لهذا الشعب السعودي النبيل بهذا العيد المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم إن شاء الله تعالى. الغوار يوم
هذا كل ما لدينا في هذا التقرير عن رعاية سمو نائب أمير منطقة حائل لحفل أهالي منطقة حائل في عيد الفطر المبارك. ختاما تقبلوا تحيات زملائي من مركز تلفزيون حائل ومن محدثكم محمد الحمدي حائل. شكرا للزميل محمد الحمدي على هذا التقرير. وأثناء ما كنا نستعرض التقرير اكتشفنا موهبة جديدة وهي مدفونة لكنها توها تطلع عند الأستاذ عثمان، وكان له قصيدة عن حائل. ما أدري إيش العشق اللي بين الأستاذ عثمان خزيم وبين حائل وهالحائل، مع أنه يعني زي ما قال أنه هالخرج الله لا يلوم قلوب كثيرها حائل بالحب والولا والجمال. حائل جميلة جدا. طيب أنا أذكر قصيدة قديمة هي صراحة قد لا يحضرني هي كاملة. في قلب نجد وهاجني حر الأنفاس من لوعة المصطلحشة من أثرها، أحب شمر وهل شمر على الرأس أسرى كرى يا كثرهم من دررها، مشيت حمامة شدها واثق الساس، من طيبها خانت خطاوي بصرها، قالت بعد حية على الدرب حراس، شف عينهم تحت الخطاوي نظرها، الباب دربي رح وطقه ولا باس، دام النوايا خير عشقك مهرها، ما ينثني راسي أبد رغم الإفلاس إلا بواجب خمس ربي عمرها، حايل ترى الحيلة تحايل على الرأس، مش حيلتي والحال حايل وترها. فحايل يعني لا تلوم اللي عشقها. صح لسانك يا طربتي يا ثاني. أنا قلت فيها قصيدة طويلة في حائل وفي الفصحى والشعبي، لكن بذكر الفصحى لأن يمكن بيتين ثلاثة بس. لا 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 الفصحى الفصحى إيه يمكن يغني يغنيها الفصحى هذه. كلها كنت أنا في زيارة مع الرياض العلمي رايحين لمعهد حائل العلمي الشيخ عيسى العلي الله يرحمه، عاد كنا نمشي بوادينا قبين والزملائي وراي خلفهم، يقول هيا بعد حي ما خلاني معها قدام، هيا بعد حي يا سعد يلا اكتب 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 يا بعد حي. قال لهم صل عمرك انا وراي زملائي، انا كل ما قلت فيها تكتبوه، كل اذا بليت بهمي بالغ الكدري وانقاد قلبك ليش قلبك الاشجاني والضراري، فاذهب لحائله يا من هاله حزن ان السرور شذ من نفح العطري، ارض من ارض من اللؤلؤ المحمر خلطه لون الزجاج فابدع الصور، ان النخيل لنا مده ناملها تعني السلامه وتهدي راحه البصري، في عطب بهالمياه وتنفس الشعر في نقبين فانطلقت قوافل اللفظ في معنى من الدرري، للماء في الأذن يا حساس جلجلة خريره نغم أشكى من الوتر، وترسل الشمس وترسل الشمس ذرات مذهبة عند الأصيل فتكسو ناصع الحجر. طبعا طويل قصيدة ولكن تكتب على الهواء مباشرة، اكتب على الهواء مباشرة والفصحى طبعا. يعطيك العافية. إذا مشاهدي الكرام نتوقف قليلا ونريح ضيوفنا الموجودين هنا ونروح للزميل عبد الرحمن العابسي في قصر الحكم، وماذا لديه؟ الكلمة لديك يا عبد الرحمن. في هذا يومنا الثاني يوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك في تغطية وربط من المكانين من منطقة البجيري ومن هنا منطقة قصر الحكم في مواكبة لهذه الفعاليات، فعاليات منطقة الرياض لهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض. في هذه اللحظات دعونا نتشرف بأن يكون بجانب الأستاذ عبد العزيز الهيم نائب مدير احتفالات الرياضية السعودية، ونتشرف بأن تكون متواجد معنا وتحت لنا فرصة من وقتك الثمين. دعنا نتحدث ربما بداية عن تجهيزات هذه الاحتفالات، ربما الكل يتوارد هنا بين العوائل صغارا وكبارا لمواكبة هذه الأحداث ومشاهدة ما تقدم لهم في منطقة قصر الحكم. حياكم الله أخوي عبد الرحمن وحيا الله الجميع. بداية نهني قيادتنا الرشيدة ومقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد وسمو ولي العهد ولكافة الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية ولجنودنا البواسل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا ونحن في خير وعافية بإذن الله. عبد العزيز حدثنا عن تجهيزاتكم لهذه الفعاليات في يومها الثاني، ماذا سوف تقدمون من خلال هذا اليوم؟
الحقيقة العادة السنوية اللي تقدمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كل سنة تقدم برنامج لاحتفالات العيد. السنة هذه يعني حاولنا أن يكون السيناريو والهدف مغاير للسنوات التي قبل. السنة هذه عندنا ساحتين في منطقة قصر الحكم، ساحة المصمك تقدم فعاليات تاريخية تراثية لها ارتباطها بمنطقة قصر الحكم بحصن المصمك، عرض فيلم فيديو مابنج على جدار واجهة المصمك، يعرض عن ذاكرة الرياض وعن أبرز معالم الرياض خلال فترة الملك عبد العزيز ومن دخوله للرياض وما بعد وكيف تطور الرياض التاريخي لها. ايضا هناك فقره العرض السعوديه راح تقدم في من ضمنها فقره الراوي اللي يحدث عن قصه اجتماعيه تتناول العيد في مدينه الرياض وكيفيه الفعاليات الاجتماعيه فيما مضى. ايضا هناك فقره الشيلات والمنشد راح تقدم ايضا فقرات فيها من الفرح والبهجه بعناوين مختلفه، اضافه الى ساحه العدل. ساحه العدل فيها يعني ركزنا هذا العام ان تكون كل الفقرات مختصه للطفل وموجهة للعائلة أيضا. فهناك مسرح الطفل يقدم مسرحيات متنوعة مثل عروض المهرجين، حديقة المرح، قبعة العالم التي تقدم أفكار علمية وكيف الزوار يشاركون العارضين في بعض التجارب العلمية البحتة في الفيزياء، في الفلك، في العلوم التطبيقية البحتة، إضافة إلى الأركان الأربعة. في كل ركن حاولنا نرجع ركن الطبيب، ركن الفنان، ركن الإعلامي، ركن العلوم البحتة، بحيث أن يدخل الطفل يعيش هذه التجربة من بخلال مختصين. يعني ركن الطبيب فيه أطباء قائمين على شرح للطفل المكونات جسم الإنسان، كيفية الأجزاء الطبية وتفاصيلها، إضافة إلى فيما بعد قسم الفنان، ثم قسم الإعلامي يعيش السوشيال ميديا وكيفية المراسلات الاجتماعية، وفي نهاية قسم العلوم البحتة. يعني الطفل يجي في كل ربع ساعة في ركن، خلال ساعة يكون عن أربع مهن مختلفة، إضافة إلى الأكشاك اللي حاولنا أن السنة هذه فيها 52 محل متوزعة على العوائل، كل عائلة مختصة من الأسر المنتجة، فيما يختص بطبخ الطعام التقليدي، في منهم من يختص في الحرف التقليدية، في منهم من الإكسسوارات التقليدية، فحاولنا نقدم دعم لهم من خلال عروضهم للثلاث أيام هذه. نعم أستاذ عبد العزيز، عندما نتحدث عن توجيه وهدف مركز فإن نتحدث عن احترافية كبيرة. الطفل ربما هو يعني الكثير للمجتمع السعودي في بناء فكر الطفل، وأنتم يعني ما شاء الله تبارك الله ركزتم على جوانب عدة أبرزها ربما الطب وكثير ما نحتاجه في هذه الأمور. دعنا نتحدث ربما عن اختلافات بدأتم عليها من العام الماضي والعوام السابقة واختلفت عليه في هذا العام إلى الأفضل. ما هو خطط المستقبلية وما هو سوف تركزوا عليه في المستقبل لقادم السنوات؟ إن الله أعطانا عمر بإذن الله، خصوصا بأنكم ستبدأون من حيث أنتم فيه بهذا الموسم. الحقيقة أخوي عبد الرحمن أن يعني الاهتمام هو ترفيه الهدف، الترفيه اللي ينبني على هدف معين تستطيع من خلاله أن الطفل يكون ترفيه إضافة إلى تعلم مهنة. يعني هذا هو السيناريو اللي الهيئة تتجه إليه في التعليم الثقافي الترفيهي اللي يكون شخصية الطفل وينميه، بحيث أنه يكون خلال هالسنوات، تعرف فترة الأعمار الطفل ما بين 14 إلى 16 إلى 15 سنة، هذه فكرة التكون من خلال المعرفي الثقافي. فنحاول أن تعرف أن تدخل على الطفل من جانب الترفيهي فيبدأ يرسخ في ذهنه هل هذه المهن، هذه الألعاب المرحة. فإن شاء الله السنة هذه كان مختلف عن العام الماضي، والسنة القادمة إن شاء الله راح نبذل كل ما يعني في وسعنا أن نكون إن شاء الله نقدم ما هو هادف وما هو جديد للسكان الرياض وللزوار بحول الله. احنا بالتأكيد قناة رياضية ولكن أيضا قناة شبابية، نتحدث عن ربما سيكون بإذن الله في قادم الأيام من ضمن خططكم رياضية لهؤلاء الأطفال، نكون احنا بإذن الله مواكبين لها وداعم أول لها. والله إن شاء الله بالعكس، يعني إن إذا جت الأفكار، وطبعا تعرف كل بداية عيد في لجان تكون تدرس الأفكار ومدى تطبيقها، فإن شاء الله بالعكس يعني الهيئة تطوير الرياض يعني تفتح للجميع وتدرس من خلال اللجنة، وبعدين تبدأ تقرر كتنفيذ لها هل هي مناسبة، أوقاتها، فعالياتها. لكن إن شاء الله بالعكس يعني إن نرحب في الجميع، ودائما يعني إن بتوجيهات وبرعاية سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر
الدار بن عبد العزيز في الهيئه العليا لتطوير مدينه الرياض، نقدم ونسعى ان ان شاء الله ما يخدم للسكان والزوار. ومن خلال قناتكم الرياضيه الحقيقه انا ادعو سكان مدينه الرياض، ادعو الزوار انهم يحضرون هالفعاليات، الفعاليات الان مقامه خلال 3 ايام، انهم يستمتعون في اجواء تراثيه تاريخيه منوعه واجواء احتفاليه للعائله وللطفل ان شاء الله. باذن الله. استاذ عبد العزيز الهيم نائب مدير احتفالات منطقه قصر الحكم، يعطيك الف عافيه على اعطائنا الوقت من وقتك الثمين وايضاح بعض ربما الفعاليات والفقرات في هذا اليوم، شكرا لك. الله يحييكم، شكرا، ونسال الله سبحانه وتعالى اخوي عبد الرحمن نعيد علينا وعلى الامه العربيه والاسلاميه بالخير والبركات، ونحن فيها في صحه وعافيه وامان باذن الله. شكرا لك. الله يسلمك. الله يبارك. كان لقائي مع الاستاذ عبد العزيز الهيم وهو ايضا نائب مدير ومنطقه احتفالات قصر الرياض، نتحدث ربما في هذه الايام الثانيه ايضا مساء الغد باذن الله بمواصله لهذه الاحتفالات. الان عوده اليك مره اخرى زميلي خالد البيشي، اليك الكلمه. شكرا لك زميلي عبد الرحمن، تحيه بالمثل. زميل عبد الرحمن العابسي كان معنا في قصر الحكم وامتعنا بهذا اللقاء، حيث اعطانا نبذه عن الفعاليات التي تقام هناك وعن الجهود التي تبذلها الامانه او امانه مدينه الرياض في سبيل توفير اجواء بيئيه مناسبه لأن يكون هناك احتفالات بعيد الفطر المبارك وتكون مناسبة وملائمة للكل سواء كان كبار أو أطفال أو فيما يتعلق بالأسرة. نذهب من قصر الحكم إلى منطقة الجوف حيث الاحتفال الذي سوف نعرض عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى بعض الصور التي تحكي هذا الاحتفال وهذه الفعالية التي سوف تكون في الجوف من خلال بعض اللقطات التي سوف تعرض بعد قليل. ريثما تجهز هذه اللقطات نعود للحديث مع ضيوفنا الكرام، وعلى أساسنا نستغل الوقت مشاهدي الكرام في قصيدة دائما يرددها سعد الخريجي، ودائما اللي يعرف سعد الخريجي دائما يقول حتى الآن لما يدخل واحد اليوتيوب ولا شيء يكتب سعد الخريجي لابد أن القصيدة هذه تكون موجودة معه اللي هي عشق بدوي. عشق بدوي طبعا هذه اول شيء من البدوي عشان نعرف العشق وشلون من البدوي؟ البدوي الرجل الاصيل طال عمره. اي نعم. اذا حب صدق في حبه، هذا البدوي الرجل الاصيل يكفيه اذا حب صدق في حبه. القصيده هذه هل لها شخصيه معينه؟ شوف بقول لك شيء، ولا من الخيال؟ لا 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 والله من الخيال، ما يجي شيء من الخراق، ما تاكد ما يجي. تفتح على نفسك باب الان. لا 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 اصلا معروف مكتوبه في الديوان حقي قصتها مكتوبه. طيب. يعني ما طويل حتى كتبتها القصه، ما بقدر اللي يقرا ديوان عشق بدوي يشوف القصه كامله. قصه كامله طال عمرك، لكن هذه اي مجال اي لقاء لي احب اقولها. طيب ليش اخترت خالد عبد الرحمن؟ والله ما الظروف، مو بخالد عبد الرحمن اللي اخترته، الظروف اجتمعنا في عزيمه وسبحان الله سمعها خالد، سمعها قصيده. طبعا خالد من الناس اللي خليك ذكي، خالد لا من الناس اللي يحبهم، خليك ذكي خالد من الرجل من الناس اللي يحبهم واعتز فيه، يعني اعتز فيه وكذا، سمعها سبحان الله العظيم وقال فيها. طبعا رحنا تفرجنا، ما بدنا ندخل في خصوصياتك، لكن هل كان فيها مقابل؟ وين؟ قصيده هاي كل اعمالي الفنيه لها مقابل، لها مقابل هذا كول 16 سنه بدون مقابل على الفاضي، فالاخير لا الحمد لله. الحمد لله الواحد اثبت نفسه، لكن اقول لك طيب. في يعني في قصائد اعتز طيب. فيها طيب. دائما. خلينا ناخذ احتفالات الجوف طيب. وناخذ اتصال طيب. بعدين نرجع للقصائد طيب. حق بدوي. اذا مشاهدي الكرام الان نستعرض بعض الصور واللقطات التي تحكي لنا احتفالات هذه الجوف التي رعاها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن بدر بن عبد العزيز مساء البارحه، وكان هناك العديد من الفعاليات. من ضمن الأشياء الجميلة التي كانت في هذه الاحتفالية هو قرار الأمير فهد بن بدر بإلغاء بعض الفقرات تضامنا مع شهداء الواجب. طبعا الآن كما تتابعون الآن هذه اللقطات تعرض لكم الآن على الشاشة. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أوسع مشاهدي الكرام يسعدنا أن يكون معنا المهندس عاطف الشرعان وكيل أمين منطقة الجوف. مهندس عاطف مساء الخير. مساك الله بالنور. يا هلا والله، الله يحييك. طولنا عليك، لكن معنا سعد الخريجي وحن الحائل والجوف لا والله
استمتعت والله بقصايده الله يجزاه الخير يعطيه العافيه. الله 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 يعافيك. طبعا ولا يهوننا الخبر ما شاء الله. لا واللي قاله مني هيضه. اللي قاله الاستاذ عثمان واللي قاله مني هيضه. هذا الملهم حقه الان. ما شاء الله يعطيه العافيه. انا متاكد انه ما راح اطلع من هالحلقه الا بقصيده ان شاء الله. من حظ مهند. طيب بالامس كان هناك احتفالات لاهالي منطقه الجوف بحضور صاحب السمو الملك الامير فهد بن بدر بن عبد العزيز. طبعا من ضمن الاشياء التي يعني تحدثوا عنها في هذه الاحتفاليه اللي هي قرار الغاء بعض الفقرات تضامنا مع شهداء الواجب، لا تحدثنا عن هذا الحفل وعن هذا القرار بالذات. في البداية اسمح لي أن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولكافة الشعب السعودي الكريم ولجنودنا البواسل في جميع أنحاء حركتنا الحبيبة. طبعا كالعادة السنوية منطقة الجوف إقامة حفل رسمي أول أيام العيد الفطر المبارك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز. توجهنا سموه ليلة البارح بإلغاء بعض الفعاليات وذلك لفتة كريمة من سموه للتضامن مع شهداء الواجب والأحداث التي حدثت في شهر رمضان المبارك والاكتفاء ببعض الفقرات بقصائد شعريه نبطيه قصيدتين شعريه نبطيه عن جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وعن شهداء الواجب تقبلهم الله مع الانبياء والشهداء والصديقين. طيب بمهندس عاطف يعني الان الشيء بالشيء يذكر، موجود عندنا شاعر، موجود عندنا فنان تشكيلي، موجود عندنا منشد. حظوظ هؤلاء في المستقبل في الاحتفالات، طبعا انا ما اقصد الموجودين عندنا، حظوظهم في حضور الفعاليات، شعراء، المنشدين، رسائل الفنانين التشكيليين. طبعا احنا كانت الفعاليات المقرره بالحفل يعني تشمل اوبريت يتكلم عن العيد وفرحه العيد ويشارك فيه بعض المنشدين من ابناء المنطقه الجوف. حلو. طبعا الحمد لله منطقه الجوف تزخر منشدين كثر بالمنطقه ما شاء الله، وكان المقرر مشاركتهم باوبريت وفي مسرحيه مباشره على المسرح. حلو. كانت تتحدث عن رؤيه المملكه 2030. فهم مشاركات وكل سنه الحمد لله يعني يشاركونا بالفعاليات، فعاليات العيد الرئيسيه او الفعاليات الثاني يوم وثالث يوم، لان اليوم وبكره ان شاء الله عندنا فعاليات للطفل بحديقه جبل قاره وندعو المواطنين للحضور ان شاء الله. ان شاء الله السنه الجايه يكون لنا استوديو هناك عندكم تتكفلون فيه انتم وتكفلون في الضيوف. وبالعكس يشرفنا والله ويسعدنا والله. خلاص ان شاء الله السنه الجايه الاستوديو حقنا عندكم ان شاء الله. وندعو شاعرنا الكبير بعد انه يشاركنا بال كل الموجودين مدعوين، كل الموجودين مدعوين ان شاء الله يشارك. وعندنا مهرجان الزيتون بعد فعاليه كبيره وتجمع كبير بمنطقه الجوف. الله يحييكم جميعا. شكلك تعرف انه يحب الزيتون. يا الزيتون كلنا نحبه. الله يعطيك العافيه. الله يحييك. شكرا المهندس عاطف الشرعان وكيل الامين منطقه الجوف، شكرا لك على هذه المداخله وعلى هذه المعلومات القيمه التي ذكرتها من خلال هذه المداخله، شكرا لك. اذا مشاهدي الكرام ايضا ننتقل الى ساحه البجيري حيث يتواجد الزميل خالد الحيدان في أول ظهور له في هذا البرنامج في هذه الأيام السعيدة، أيام عيد الفطر المبارك. الزميل خالد مساء الخير والكلمة لك. شكرا لك زميلي خالد، تحية لك وكذلك أيضا لضيوفك الكرام وكل عام أنتم ألف بخير وعاد الله علينا وعليكم باليمن والمسرات. تواصلا معكم من خلال هذه اللقاءات الميدانية وبالتحديد من مقر البجيري وهي إحدى المواقع الحديثة التي يعني جاءتها أمانة منطقة الرياض. بصراحة أخوي خالد الفرحة كاملة بوجود الأطفال ووجود الجمهور سواء كان من الرجال أو النساء، العوائل، الأماكن المجهزة واللي فعلا حريصة جدا على إرضاء الزائر أينما كان. احنا بصراحة نبي نشوف لنا بعض الجمهور اللي موجود معنا هنا الزائرين، خلنا ناخذهم بس. تعال. السلام عليكم، يعطيك العافية، كل عام انت بخير. وانت بخير صح. عيدك مبارك. علينا وعليك ان شاء الله. ما شاء الله الشباب معك؟ اي والله. اسماك شب؟
عبد العزيز. ابراهيم. ما شاء الله الايس كريم والحره. كيف شفت النشاط؟ كيف شفت التفاعل؟ اول مره تحضر؟ اي والله اول مره البجيري، اول مره اروح اجي هنا عنده. امس جيت ولا اول مره اجي هنا؟ اول يوم. طيب كيف وجدت التجهيزات؟ كيف توقعت الصوره الدينية عندك بشكل ذا؟ توقعتها ما شاء الله تبارك الله، اشياء روعه للامانه. كيف كان عيد زمان؟ فرق. وش اللي فرق؟ عطني فرق سريع. ما كان في ايس كريم اول. ما كان في ايس كريم اول. الا. لا فرق. الثياب، اللبس، الشغلات هذه كانت تختلف عن الان؟ اكيد تختلف. في فرق. اول عيد اول كان فيها يعني الظروف الاجتماعيه كانت احسن، انا هذا اللي احسه، مو مثل الحين. ما كان في مهرجانات اول، ما كان فيه، كانت كل ثلاث ايام كلها مع العائله تكون. السنوات الاخيره العيد تفرح بفرحه العيال ولا لا؟ اكيد بنفرح بهم، هذا نطلع بهم لازم. يلا الله يسهل امرك، يلا شكرا لك. شكرا علي. ما زلنا في نشوف الشباب، يعطيك العافيه. تعال اعطني تحت 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 شوي هنا، خلنا بس. كل عام وانت بخير. انت بخير. وخر شوي ورا ولا يبي لك. كيف شفت العيد معك؟ الحمد لله كويس. كويس. وش اول شيء سويته؟ والله صليت وقعدت في البيت. على طول؟ جوال. جوال. اول مره تجي البجيري؟ لا قد جيتها قبل. قد جيتها قبل. البرنامج مختلف؟ اي مختلف جدا. نقول كل عام وانت بخير. وانت بخير. طبعا بعد قليل ان شاء الله ستبدا. تفضل تفضل تعال تعال. كل عام وانت بخير. خليك معنا هنا تفضل. هلا مرحبا اخوي. تعرفنا على احمد النفيعي طال عمرك. هلا. يتكلم؟ اسمك؟ فيصل. فيصل. فيصل ونعم الله يحفظه ان شاء الله ويصلح يا رب. كل عام وانت بخير. وكيف شفت يحتاج المهرجان جدا جميل وطيب والتنظيم كله جميل ما شاء الله تبارك الله. مسكر الرياض. الحمد لله. الله الله. اول موقع تجي ولا زرت؟ اول موقع، لان اليوم الاول تعرف مشغولين مع الاهل والاقارب، قلنا اليوم لازم نمر في الحياه. يلا موفق وعساكم من عواد ان شاء الله. الله وياك حبيبي. طبعا كنا معكم في هذا الربط البسيط من منطقه البجيري، العوده للزميل خالد البيشي وضيوف الكرام وايضا مع الزملاء في مواقع اخرى. شكرا خالد على هذه الدقائق التي قضيتها في ساحة البجيري، ونقلت لنا الصورة شبه كاملة من خلال اللقاءات التي أجريتها هناك، ونتمنى أن يتيح أو تتاح لنا الفرصة للعودة لك مرة أخرى، كما نتمنى أن تتاح الفرصة لنا للعودة للزميل عبد الرحمن العبسي في موقع آخر، ولكل الزملاء المتواجدين في المواقع المختلفة. نعود لضيوفنا الكرام. نبغى نسمع قصة الشكب الدوي عشان ما يزنقنا الوقت، بعدين ننتقل للسيد عثمان. طبعا هذه يقول: نويت مرباع الغضي سيد الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابه، جيت وبقايا نارهم حول الأطناب، وبيت الشعر مطوي وباقي زهابه، أكفت ركايبهم ومن الهدب ذاب، من دمع يسأل وانذهل بالإجابة، على غزير الدمع ضميت الأهداب، وصديت لين الدمع يكفي سحابة، حاولت ما قصرت مير القمر غاب، المشكلة محدن يعوض غيابه، أنا وكل الناس ما بيننا حساب، إلا الذي دقق علي في حسابه، بعض الوجع يمكن تداويها الأعشاب، وبعض الوجع يا ويل منه سطابه، عشق بدوي لحب ما هو بكذاب، يوفي ولو جرحى تجدد صوابه، الأمر لله كل شيء له أسباب، ولا الهوى وش لي على هجبابه، باكر إذا جينا لهم مثل الأغراب، من عقب ما كنا الأهل والقرابة، واليوم وصلت بيننا مثل اللجناء ذاك الغلاء، يا ضيعته يا سفابه، وشلون قلبي ما يجي اليوم منصاب، وعلى الرجل منقوش بعض الكتابه، حتى اثر مشيه مع سهول وهضاب، مر يبيل ومر ما يندرابه، قلبي من الفرقه صويب ومرتاب، وكنا غدا نصفين من هول مابه، حزني عليه انه تسبب ولا طاب، نظره طبيبه عجلت في ذهابه، ريح الخزامة والنفل زين الأطياب، يشدني ريح السمر في ثيابه، لقبل نسيم الليل للخيل وركاب، وله في طلوع الشمس عز ومهابة. سلام. صحيح. بنتقل قصر الرياض، بس أنا أبغى أعرف إيش مع القصيدة هذه اللي حفظتها؟ هذه لا، في قصائد حافظها كثيره، في قصائد حافظها فيها من اول افرح اذا شفتك وهليبك عبد المجيد عبد الله. ايوه كثير بدها تطلع قصائد عشان نسمعها. عشان نسمعها. طيب اسمحوا لنا الان ننتقل قصر الحكم لكي نتابع فعاليه من الفعاليات الموجوده هناك، وبعدها نرجع نواصل مع ضيفنا الكرام.
الموزز اللي جنبي ذا حلو. إذن كنا قبل قليل في متابعة في فعالية في قصر الحكم، الآن نعود إلى الزميل خالد في ساحة البجيري وهذه الفعالية. وحنا بصحة وسعادة ونعمة عساها بزيادة، تقبل الله منا خير العمل والعبادة. طيب نبغى مشاركات، يلا ناخذ مشاركات بعد نكمل. يلا نشوف مشاركات مين بيحب يطلع عندنا الآن. من الشباب ساعدونا، عطونا مشاركات من الموجودين. كم واحد؟ عطنا اثنين ولد وبنت. عطونا ولد وبنت، اختار لي ولد وبنت. يلا اختار لي. عطنا مشاركات خلاص. بس حياك الله، اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. شو اسمك؟ هدي. طيب ايش اسمك؟ رغد. وقفيناك، حياك الله. هذه بعد شوي خليك هنا عمو. طيب وقفينا. ايوه بتوقف هنا. ايوه برافو، خليك. ارفع يدك فوق، معك ايش هذه؟ نص ريال؟ نص ريال. ارفع يدك فوق. طيب امسك المنديل. طيب هذه نص ريال، ركزوا معي يا مهدي، ابغاك تمسك النص ريال كويس، اذا ضيعتها ترى بدل اخذ بدالها 500. ارفع يدك فوق. ايوه ودي كمان تمسك النص كويس زي مهدي، إذا ضيعتيها ترى باخذ بدالها 500. ارفع ايدك فوق. موجود؟ شوف تأكد، حط ايدك الثانية. موجود؟ شوفي موجودة؟ ارفع ايدك فوق. بسم الله. لا تتحرك. وين النص؟ ها؟ وين النص؟ شوف مخباك هنا، ما في؟ هنا فمك أكيد؟ شوف فمك، افتح كده، ما في؟ طيب خليك شوف. يا أعطينا فمك، شوف فيه ولا ما فيه؟ سكر. في؟ ما في؟ هيك؟ هيك. هذه نص ريال من فمه مهدي، تاكل نص ريال حقي. الله يهديك. بس تبي تعرف وين راح النص؟ تبي تعرف وين راح النص؟ وين راح؟ هنا ما في شيء، هنا فاضي ما في. طيب تبغى تعرف؟ شوف هنا، شوف هنا. هي ماخذة منك مو أنا، اسمعنا تحية. ليش تاخذين نص حق الرجال؟ ها؟ إلا معاك اثنين، ليش أخذتي؟ شكرا، تفضلوا، كل عام وأنتم بخير، تفضلوا، أهلا وسهلا، تعالي يا شطورة. شو اسمك؟ حناخذ لعبة صغيرة مع الشطورة معنا. شو اسمك عمو؟ تفضل. جينا. يعطيكم العافية. حافظة نشيد؟ حافظة نشيد؟ مالك حافظة نشيد؟ يلا قولي قولي. أنا وردة بيضة. يلا ها. طيب سبقونا يا جينا عبد الله، قلنا نشيد. يلا قولي. برافو.
برافو شكرا يلا خليكي معي هنا راح اخذ معك حد نبي نشوف ايش بيسوي مع راح ناخذ حاجه سهله مع الاموره شطوره هذا منديل امسكي يا جنان هذا واحد كمان هذا واحد وكمان هذا واحد كم واحد ثلاثه صح ثلاثه برافو جنان قول لي ثلاثه هذا كيس فاضي جنان تعرفي تربط المناديل سوا هذا واحد شوفي كمان عطنا واحد ثاني هذا ثاني وهذا ثالث الان السيده جنان شكرا للزملاء في ساحة البجيري على هذه الفعاليات التي تابعناها قبل قليل بالفعل فعاليات مشوقة ونتمنى أن الوقت يسعفنا على الأقل ناخذ نسوي بالانس ما بين الفعاليات وبين الضيوف يعني الضيوف ما شاء الله قامت أعتقد أن الحديث معهم يحتاج ساعات وساعات لكن عزاؤنا الوحيد أن عامل الوقت هو اللي يعني يزنقنا الآن مشاهدينا الكرام نتوقف مع هذا الاتصال مع الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مساك الله بخير يا دكتور للكاراتيه عفوا انا قلت القدم الكاراتيه الكاراتيه راح باي القدم كرة القدم لا المشكلة دكتور انا حاط في بالي اني ابارك لك بالانجاز اللي تحقق لطارق حامدي و عمر العازمي نعم عمر العازمي فانا حاطه في بالي فدخلت القدم ادري شلون دخلت اولا شكرا يا خالد كل عام وانتم بخير ولضيوفك الكرام والمشاهدين وشكرا لاتصالكم في 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 الحقيقه ويسعدنا المشاركه في في هالعيد اسمح لي يعني بهالمناسبه انا ارفع إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التهاني والتبريكات بالعيد السعيد عيد الفطر المبارك والتحية والتهنئة أيضا لجميع الرياضيين والشعب السعودي وإلى الأمة الإسلامية إن شاء الله يكون عام خير كالأعوام السابقة وعام رخاء وازدهار وأمن وأمان على الوطن بإذن الله نقول إن شاء الله طبعا دكتور بحكم أنك الآن يعني معنا أنا ودي أرجع بالذاكرة شوي وراء الأربع أيام اللي استضفنا فيها أو أخذنا فيها الشباب من خلال مداخلة لفت انتباهي يعني تميز نادي الجبيل فقط في 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 هذه اللعبة واللاعبين والمدرب كلهم من نادي الجبيل يعني لماذا تغيب بقية الأندية عن إنتاج مثل هذه العناصر التي تشرف الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة الكاراتيه بشكل خاص الحقيقة بهالمناسبة أشكر نادي الجبيل إدارة رئيس وإدارة وأيضا مدربهم الكابتن علي الزهراني واللاعبين الأبطال وطارق حامدي والحقيقة وعمر العازمي اللي حقق ذهبية واللي حقق فضية بطولة العالم للشباب والناشئين إنجاز مشرف ولأول مرة للمملكة وأيضا سبقهم أيضا من نادي الجبيل عبد الله الحربي وهو دكتور ولازال يلعب بالفريق الأول المنتخب السعودي وهو من نادي الجبيل أيضا ولا ننسى الأبطال الآخرين عندنا من نادي الهلال ونادي الاتحاد عندنا أبطال شرفوا المملكة ومن نادي الوطني والنادي الأهلي هناك أبطال عندنا عماد المالكي أيضا في الدرجة الأولى من نادي الهلال المصنف الأول في الدوري العالمي والمصنف العاشر في التصنيف العام على مستوى العالم ماجد الخليفة بدر العتيبي عبد الهادي المالكي عمر تركستاني تركستاني عندنا أبطال حقيقة كثر ولودي أذكر البعض وأنسى البعض مع أني يبدو أني نسيت البعض الآن يعني الحمد لله عندنا هالسنة والعام الماضي أبطال على مستوى يعني حقيقة في بطولات الدوري العالمي وفي بطولات العالم حققوا إنجازات مشرفة ورفعوا اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية نعم. شكرا دكتور إبراهيم على هذه المداخلة وعلى هذه العدية الجميلة ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي فيكم إن شاء الله في مواسم قادمة إن شاء الله والإنجازات إن شاء الله تكون على قولتهم كثر الرز إن شاء الله
شكرا دكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه. مش عندنا شباب علموني الان تداخلت علي المعلومات، انت اعطيتني ما شاء الله كم هاي الاتصالات الان. مين نرجع للضيوف؟ طيب بس ارجو انكم تعطونا وقت ناخذ نعطي انه وياهم ترى. يلا يعطيكم العافيه. ارجع لك عثمان. سيد عثمان كنا نتكلم اثناء عرض احد الفعاليات عن الشخصيات والكاركتر اللي من الممكن ان يعني يكون في حقبه زمنيه معينه، ودور الفنان التشكيلي في تحديد هذا الكاركتر من خلال كل ما يتعلق فيه من ناحيه الملابس، من ناحيه الشكل. طبعا لهذا الموضوع اساسا هنالك دراسات كثيره كل فتره زمنيه وكل حقبه زمنيه يتم دراسات من ذوي الاختصاصات في كلهم في مجاله. مثلا اذا جينا الملابس تلقى في دراسه لمواصفات هذه الملابس في هذا الزمن في هذا الوقت وفي هذه الحقبه. الديكور، مسرح العمليه، الحياه العامه، يعني احيانا من صوره تعرف انت من لوحه السياره تعرف التاريخ اللي هو فيه. يعني ما يمكن اجي اطلع لكزس في فيلم عن الرياض قبل 50 سنه، ما يمكن يعني نو واي يعني، لانه في طبعا انا اسف يمكن نسوي دعايه لكن لانه لا في بعض الاعمال تمشي ما عندك مشكله. لا لا عندي اعمال عربيه صحيح يعني هو طبعا ما نبغى ندخل في المخرجين. انا اذكر مريت بتجربه في الموضوع هذا، احد المخرجين كان يبغى يسوي مسلسل عن الرياض قبل 60 عام و70 عام فيبغاني انا مسؤول عن المباني والديكور الداخلي والملابس وشغله من قبيل. فلما جيت دخلت عليه في المكتب قال لي والله شوف الملابس هذه اخترتها. قلت له يا اخي ما يصير لانه الملابس لها في اختلاف، يعني الزرار اللي ذيك اليوم قبل 70 سنه غير الزرار الان، الحبل القماش هذا ما كان موجود. ف يعني عدم استيعاب الناس كثير لهالموضوع وللديكورات مؤثر في الانتاج نفسه. جميل. مهند قبل ما ناخذ اتصال ما شاء الله يعني انت قاعد فتره طويله انت قاعد تستمع لل انا اسمع. عطنا انشاءات كافية. طيب عندي نسيد معروف طبعا عند المسلمين. انت الان خلاص ضمنتها الحين وقعت عقد خلاص. يقول لك لا اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصاة. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا. فارتجي دوم الرضا. ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافية ما شاء الله. استاذ عثمان الدلم لك ذكريات مع الدلم؟ الدلم والخرج كله بشكل عام. ابو سيد دلم خوالي العتيق من الدلم. والله نعم. ودلم الدلم جزء لا يتجزا من نادي الشرق. طيب كلها يعني نادي الشرق في الدلم. نادي الشرق تعرف الفترة هذيك اللي كنت فيها في كان في تناسب بين الكوكب والشرق. ها؟ اي الكوكب والشرق بس انا ما لعبت مع الكوكب، انا لعبت مع الشعلة ترى. لعبت مع الشعلة. بس لعبت ضد الشرق. انا لعبت مع الشعلة باعتبارنا في القناة الرياضية. انا كنت اجي من الخارج اتفرج على مباريات في ملعب الصاهق. طيب خلينا نتوقف مع الاستاذ علي الدريهم رئيس نادي الشرق. حياك الله في هذه الوقفة. حياك الله استاذ علي. اهلا وسهلا. حياك الله استاذي الكريم. اهلا وسهلا. ايش اخبار انت؟ لو خليت لو صبرت علينا شوي كان بيقول انهم فازوا عليكم الشيعة على الشرق بس عاد لا.
كيف حالك؟ حياك الله استاذ علي، سعداء بان تكون معنا من خلال هذا البرنامج، والوقت متاح لك في العيديه اذا انت حاب تعيد احد. في الحقيقه اولا هني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله، وسمو ولي العهد الامين، وسمو ولي العهد حفظه الله بعيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعلى الامتين الاسلاميه باليمن والبركات، وان يحفظ بلادنا من كيد الاعداء والعابثين، وان يحفظ جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي، وان يديم على بلادنا امنها واستقرارها في ظل هذه القياده الرشيده. اللهم امين. طيب، وحقيقه سعيد في هذه الايام وفي هذه الاجواء ما حققه الا الحمد ايضا رجال امننا من التصدي للحاقدين والعابثين لامن هذه البلاد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كيدهم في نحورهم. اللهم امين. اللهم امين. استاذ علي دريهم، طبعا نظرا لضيق الوقت شكرا لك على هذه المداخله التي يعني بالفعل اثرت البرنامج، وشكرا على مشاعرك الوطنيه الطيبه، واللي نتمنى ان شاء الله تعالى ان تحقق الامنيات بنصر مؤزر ان شاء الله لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي للدفاع عن هذا الوطن العزيز والغالي. نعود لضيوفنا الكرام، احنا وقفنا عندك استاذ عثمان. اي تكلمنا عن بعض المواقف اللي تذكرتها والقصه التي ذكرتها فيما يتعلق بالملابس والاكسسوارات، اصلا في حتى في الاكسسوارات يعني كثير. طيب، من كثير من سؤالي انا قبل ما انتقل لسؤالي لك، يعني الان هل في فرق انت لما ترسم يعني جماد لما ترسم كائن حي مثلا تختلف الـ اكيد هو الاختلاف موجود، يعني هو الفرق بين حتى في من الناس من يقول الفرق بين الصوره واللوحه هو الفرق بين الموت والحياه، يعني الصوره انت يعني الان مثلا واحد يشوفني في الشاشه يسمع مني او يشوفني مباشره يسمع مني، لما مباشره تسمع منها اكثر. فهنا الفرق بين الصورة رسم الأحياء والرسم اللون فيه لون حي وفيه لون ميت. طيب أبو سعد سم هالمرة ما راح أسألك بس ضمن قصايد. والله ضمن قصايد قصيدة وطنية، يعني قصيدة وطنية طال عمرك جديدة في طور التنفيذ إن شاء الله. يقول السعودية لنا أوفى حبيب من مليك الحزم والشعب الأبي، سلام وهزني من طيبها والله موكب رهيب، أرفع البيرق وتسند منكبي، سلام وهزني من طيبها موكب رهيب موقف رهيب، أرفع البيرق وتسند منكبي، أفتخر أني سعودي وعريب وانتمائي للمليك اليعربي، أفتخر أني سعودي وعريب وانتمائي للمليك اليعربي، الملك سلمان طيبه زاد طيب، واشتمنا يا السعودي واشتبي، واشتمنا يا السعودي واشتبي، ومع ضيوف الله ومع ضيوف الله لنا موكب مهيب، وخادم البيتين نور الموكبي، وحقنا واضح وحقنا واضح ولا في الحق ريب، ويا ديار العز فيهم رحبي، ويا ديار العز فيهم رحبي، ويا ديار العز فيهم رحبي. صح لسانك، وان شاء الله نشوفها ان شاء الله على ارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ويكفينا فخر في القدر الرياضيه انها اليوم امرأة تقال الحمد لله. اذا مشاهدينا الكرام نتوقف ايضا في هذه المداخله الهاتفيه مع الاستاذه مها الوابل الكاتبه الصحفيه. حياك الله استاذه مها. مرحبا اهلا استاذ خالد، حياك الله انت وضيوفك. كل عام انت بخير وانت بالصحه والسلامه. اليوم في هذه الحلقه اجتمعت الاشياء الجميله، الشعر والفن التشكيلي والانشاد بالاضافه الى القلم النسائي الجريء. الله يخليك، انتم دائما تجمعون الاشياء الجميله. الله يعطيك العافيه. في قناه الرياضيه. الله يعطيك العافيه. المجال مفتوح لك استاذه مها. طبعا اول شيء انا يعني سعيده انكم تتواصلون معي وانا في ارض الغربه في بلاد الطواحين في هولندا، ومن هولندا عبر الاثير ارسل لكم يعني باقه من الزهور محمله الى قيادتنا حفظهم الله والى الشعب السعودي الى كل فرد على الارض.
أبدأ بتحية إلى جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل موقع مسؤولية، إلى رجال الأمن. نفتخر بهم، نفتخر بإنجازهم، نفتخر بعملهم، ندعو لهم في ظهر الغيب، وهذا أقل ما نستطيع أن نقوم به. حقيقة الجهود التي يقوم بها هؤلاء شيء يعني لا تستطيع كلماتنا أن تفيهم حقهم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة، عيد الفطر المبارك. يعني كلماتنا لا نستطيع أن نقول لهم الشيء الكثير أمام أعمالهم الجليلة. جميل. أمام ما يقدمونه. يمكن شيء عادي أننا نهنئ الأهل والأصدقاء والأقارب، لكن الجنود في قلوبنا. جميل. يعني من بدت أعمالهم في حماية حدودنا، ونحن نرفع لهم كل التحايا، كل دعواتنا لهم، كل قلوبنا معهم. قلوبنا معهم وسدد الله خطاهم إن شاء الله. عموما أستاذة مها الوابل، شكرا لك على هذه المقالة التي بالفعل يعني مقالة على الهواء، استطعتي أن تعبري فيها عن حسك الوطني وعن مشاعرك وانطباعاتك حول الوطن، وهذا ما هو غريب على الكاتبة الأستاذة مها الوابل. شكرا لك أستاذة مها، شكرا لك، يعطيك العافية. ما عاد عندي إلا ثلاث دقائق، طبعا حكمنا الوقت، بناخذ مشاركة أخيرة. مشاركة أخيرة، والدقيقتين المتبقية راح يكون حوار بين جيلين مختلفين. أستاذ عثمان ولا خلاص تعطينا عشان أختم. أجل دامنا آخر مشاركة، تبون نشيد عادي ولا موال؟ موال، عطنا موال يغير. غير طيب، نغير شوي موال. أغيب وذل طائفنا يغيب، وأرجو رجاء لا أسألوا السلامة من زمان بنيت به تشيب. السلام عليك، يسلم صوتك، ما شاء الله. لا اله الا الله. عموما استاذ عثمان، يعني اعتبروا انفسكم جالسين في جلسه خاصه وبينكم حوارات يعني خاصه. ذكرني اخوي سعد، ان شاء الله بيعطونا دقيقه ولا في قصيده قديمه، فيصل دقيقتين بزياده. في قصيده قديمه انا ما اذكر الا بيتين منها، في سيدي سلمان بن عبد العزيز، من ضمنها أقول: ما كل ذات الخمس خمس إلى مات، جيل تموت أشعار تركض وراها، هو سيدي سلمان تاج المهمات، عطر الرياض اللي يغطي سماها، أيام كان أمير المنطقة الرياض. الله يحفظه. هل الوطن ما نقدر، الوطن ما يقول يا حسود الدار ما تقدر علينا، اسأل الأيام والتاريخ عنا. يا أبو تركي بداها وابتدينا، قصة الأمجاد تشرق في وطن. يا سلام، احنا محسودين على فكرة أن نكون سعوديين. نعم، جميل. كل العالم محسودين. طيب الآن لو في عند أبو عند أستاذ سعد فكرة يعني إصدار ديوان. أنا عندي هنا، أنا من هنا. لحظة. أنا سلمك الله من هنا يشرفني أني أعمل معرض 50 لوحة 60 لوحة على حسب ما يحدد أخوي سعد. كفو. من قصائد كلها في لوحات. كفو. ونعمل معرض. كفو. وترعى الرياضيه، والله ترعى الرياضيه، لا تستاهل قصيده كلها لوحات. صوره الغلاف في الديوان. ها؟ صوره الغلاف في الديوان انا اسويها. ما يخالف، بس ما يخالف، بس
ما بيه عاطفه، بيه كله عن الوطن اللي تبي. لا ابيه كله عن الوطن، ما على فكره عاطفه على ابيه كله. هذه حلقه الاتفاقيات على طاري الوطن. على فكره نعم، طاري الوطن. انا في احد المهرجانات الجناديه عملت 70 لوحه كلها من الاوبريتات الجناديه. يا سلام. عملت 70 لوحه 3 متر في متر ونص، كلها هديتها الله يرحمه الملك عبد الله بن عبد العزيز. احنا صايرين في الحلقه هذه مثل سياره الديزل، ما نكمل في الاخير عشان ما نقطع كلام. اجل الله يعينك، انا عندي 49 عمل وطني ما شاء الله. نعم 49 كلها مع الكبار، مع الكبار طال عمرك، محمد عبده عبد المجيد كله، راشد الماجد، كل العالم. يشرفني ابدا، يشرفني. لا تنسى دعمك الرجال ان شاء الله. لا خلاص لا بس اعطيك فصيحه، خلاص ماني مخليك خلني شعبي، خلاص اعطيك فصيحه. لا وطني ودينك. تشرف طبعا. كل الشكر والتقدير ضيوفنا الكرام، مع الاحتفاظ بالاسماء والالقاب نظرا لضيق الوقت. كل الشكر ايضا للزملاء الذين ساهموا في انتاج هذه الحلقه. عيدكم مبارك، وغدا سوف يكون هناك مجال متاح للمشاهدين في الاتصال والتواصل للتعبير عن فرحتهم بهذا العيد، وايضا لرصد مشاعرهم وانطباعاتهم حول جنودنا البواسل في الحد الجنوبي. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، الى اللقاء. يا حي نورك العيد، حياك يا حي نورك وملفاك، ربي يعودك علينا امين وكل حول نلقاك. حياك يا العيد، حياك وحنا بصحة وسعادة ونعمة عساها بزيادة.